طيب، معانا على التليفون استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية دكتور جمال فرويز. أهلا بيك معانا في مصر جديدة. سفاح التجمع يعترف وبيقول أنا عملت كده بسبب مراتي. تعليق حضرتك. بس يا فندم، أنا طبعا التعليق اللي حطيته من أول يوم في كل القنوات والصحف، قلت دائما القتل بهذه الصورة بتبقى تعرض للخيانة مرتين في العمر، اما المرحله الاولى من العمر اللي هي من 4 ل 14 سنه، بيكون حد بيمثل له اهميه في الاسره، شافه في موقع الخيانه، فبالتالي هو بيكره كل الخائنات او كل اللي بيشتغلوا بهذه الصوره المشينه في البنات اللي هو قتلهم دول. فهم بياخد الصوره دي بيحطها في البنات دول وبيقتل البنات دول في صوره الشخص اللي هو بيكره. او في المرحله الثانيه من العمر اللي هي في مرحله ما بعد من ال 14 سنه، بتبقى حد كان على علاقة بيه وهو حس منه الخيانة أو الغد، فبالتالي بينتقم من كل السيدات اللي هم الخائنات أو من لهن علاقة بالرجال. وهنا حطينا نقطة كمان أضفتها، قلت يا إخوانا الراجل ده بيتعاطى نوع من المخدرات المستحدثة تشابه أو وجوده، هنا معناه إن في صراع بين الحب والكراهية، حب للشخص اللي هو عايز يقتله وكراهية ليه، فهو عايز يموت وفي نفس الوقت بياخد المخدرات عشان ياخد النوع من النشوة، دي نمرة واحد، نمرة اثنين عشان يقتل بدم بارد، واي خطوه للتراجع عما يفعله ما يتراجعش، يعني هو بيقتل التراجع طول ان هو بيقتل عشان ما يحصلش اي تراجع اثناء القتل، فبياخد المخدرات عشان كده، سواء هو بيتعطاها او بيديها كمان للضحيه قبل ما يقتلها عشان يحطها في حاله من الدفاع بتبقى ضعيفه شويه. طيب، يعني هل ده مبرر؟ يعني مهما كان اتعرض لخيانة، هل مش بتكلم على يعني شق أمني أو شق اجتماعي، أنا بتكلم على الشق النفسي، هل نفسيا أي حد يتعرض للخيانة تكون دي ردة فعله، ولا هو أصلا عنده سمات شخصية وبيئة صالحة أنه لو اتعرض للموقف ده هيعمل ده؟ برافو عليك يا استاذ هنيتي. بص حضرتك، انا النهارده لو جبت 10 عرضتهم لنفس المثير ده، خيانه من الزوجه او معامله سيئه من الزوجه، وات ايفر، ال10 ردود الافعال هتختلف. في واحد هيبعد عن النساء خالص، واحد هينطوى عن المجتمع كله، واحد هيكره النساء، واحد هيعمل علاقات متعدده مع النساء عشان يعوض، كله طبقا لنمطيه الشخصيه. الوراثه ليها دور، التربيه في الصغر ليها دور، الخبرات الحياتيه ليها دور. فهنا حته القتل دي تعرف اظن فيها جزئيه نرجسيه تشككيه، ان هو بيقتل الناس دي وبينتقم منها، ده بيوريك حته ان انا حسيت بنفسي حاجه كبيره قوي والست دي اهانتني قوي، فهنا الانتقام بيكون بصوره القتل اللي هو بيلجا اليها. الى جانب الشك في الناس، يعني ما ممكن كل القصه دي مبنيه على افكار قد تكون اساسا خاطئه، هو صنعها من واحد خياله او صنعها من واحد المخدرات اللي بيتعاطاها. طيب، يعني السمات الشخصيه للسفاح ايه سماته الشخصية؟ بص يا فندم، أنا عندي الشخصية اللي دايجة للقتل، نمرة واحد شخصيات تشككية، إن هي دائما بتقتل، إن هي بتدافع عن النفس، هي بتبقى عندها أفكار داخلية إن في حد عايز يديها، حد بيخونها، حد بيجتم عليها، حد بيرمي عليها كلام، فبتروح لقتله كنوع من الانتقام. نعم. في بعض الناس تاني نتيجة إصابة عضوية في المخ، نتيجة تعاطي المخدرات بتدي لهم أفكار ضلالات، بتيجي بتأثر نتيجة البعد في الدوبامين داخل المخ، فبتبدا عندهم افكار تجاه المجتمع اللي حواليهم، فبيبتدوا يقتلوا في الناس. ممكن الاصابه لا قدر الله ورم في التمبرال لوب، الصدر الجانبي من المخ، ممكن بيؤدي الى نفس الشيء. بعد كده بتيجي بعد المخدرات والاورام لا قدر الله، او النوبات الصرعيه. بعد النوبات الصرعيه في بعض الناس لما بتديلهم نوبات صرعيه بيقوموا منها، بترتكب بعض الجرائم وهو مش واعي ليها نهائيا، ولكن ما بتكونش محدده مع اشخاص معينين. نعم. لكن هنا هو محددها، فلما اتحددت وحدد الفعل هي السيدات، يبقى اذا هي حته الخيانه بتكون هي المسيطره الان. انا وانا بتعامل مع الاشخاص اللي قدامي، ايه اجراس الانذار اللي تقول لي انا قدامي واحد سفاح؟ والله بص يا فندم، خدي بالك ده سايكوباتي، هايلي سايكوباتيك. وكتبي كلمه هايلي سايكوباتيك، يعني ده ممكن يسجد الناس اللي حواليه كلهم، ورجعت الذاكره سفاحت فيه. كانت نفس القصه، الولد اللي كان قتل الولد بتاع شبرا الخيمه، نفس القصه، ما هم دول كلهم هايلي سايكوباتيك. هايلي سايكوباتيك يعني فيهم سلبيه، يعني ايه الشخصيه السايكوباتيه؟ يعني فيها سلبيه، فيها لا مبالاه، في عدم اهتمام بالنتائج التصرفات او توابعها، ما عندهمش مشاعر وما عندهمش احاسيس. الولد ده عنده حته احاسيس، حته احاسيس ان هو عشان كده بياخد مخدرات
عشان يهديها، دي نمره واحد. نمره اثنين ان الولد ده هاي سايكوباتيك، يعني يقدر يميز هو عايز يعمل ايه. السايكوباتيك العادي هو بيروح للمخدرات، يروح للقتل، يروح للاغتصاب، يروح للسرقه، يروح للناس، يعمل اي تصرف ضد المجتمع. ولكن الهاي هو بيميز، هو عايز حاجه معينه وبيقدر يكتسب ثقه اللي حواليه، وممكن يوصل لمنصب عالي في المكان اللي هو فيه، او بيكتسب محبه الناس اللي في المكان اللي هو فيه وبيكتسب ثقتهم، وللاسف بتيجي الضربه منه من غير ما حد يحتاط منه. نعم. اشكرك دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالاكاديميه الطبيه العسكريه.